بسم الله. الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ بنحاول فيها أن يسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ. النهارده الحلم رقم 246 يبدأ هكذا: رأيتني أزور السيدة ميم. السيدة ميم لأطمئن على صحتها، وكنت على صلة وثيقة بأولادها وعلى علم بالخلافات التي تفرق بينهم، وراح كل فريق يتهم الفريق الآخر بأنه السبب في مرض السيدة الطيبة أمهم. فقلت لهم: إذا لم تصغوا لصوت الحكمة فإنكم ستقضون عليها. محفوظ وهو بيقدم هذه الحكمة المقطرة في عبارات قصيرة جدا ومركزة، خلاصة رؤيته السيدة ميم. السيدة ميم المريضة، ميم مصر، هو على صلة وثيقة بأولادها. الشعب المصري هو على صلة وثيقة، هو نفسه أحد أولادها. وفي الخلافات اللي بتفرق بين الأولاد، هذه الخلافات كل فريق بيتهم الفريق الآخر بأنه السبب في مرض السيدة الطيبة. هذا الصراع داخل المجتمع المصري، الصراع العنيف داخل المجتمع المصري. بيقول: إذا لم تصغوا لصوت الحكمة فإنكم ستقضون عليها. كل المجتمعات فيها اختلافات، وفيها وجهات نظر، وفيها رؤى، وفيها أحزاب سياسية مختلفة، وفيها يمين وفيها يسار، وفيها هذه الاتجاهات ليست مشكلة. المشكلة في ايه؟ المشكلة مش في الاختلاف، المشكلة في ادارة الاختلاف. وادارة الاختلاف تتم ازاي؟ تتم من خلال نظام حكم ديمقراطي يجعل الصوت في الصندوق هو الحاكم. من خلال الصوت في الصندوق كل مواطن له صوت، ويوضع صوته في صندوق زجاجي بلا تزوير، تطلع النتيجة، وبالتالي الحزب اللي بياخد اكتر الاصوات هو ده اللي يشكل الحكومة، وبالتالي يبقى الشعب هو اللي بيختار حكامه، وبعدين حكامه دول بيتم رقابتهم من خلال البرلمان اللي انتخب الشعب. وبالتالي هكذا تدار الاختلاف. ممكن جدا يكون عندنا اراء يعني مختلفة ومتناقضة ومتصارعة، لكن احنا مش هنرفع السلاح في وجه بعض، ولكن الاغلبية تحكم والاقلية تراقب، ونحترم رأي الاقلية وتراقب، واذا لم ينجح يسقط ويجي ناس تانية تدير البلد. هذا هو النظام الذي يحمي الوطن. اما لما يبقى نظام حكم ديكتاتوري فاسد وفاشل فحنقضي عليها. وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.